موضوع كرة القدم، الاتحاد الإفريقي الكاف أصدر قرار اليوم حسب طبعا هذا البيان، أصدر قرار اللي هو رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد الإفريقي الكاف اللي هو سامسون أدامو اللي أصله من نيجيريا حسب ما سألت عنه، اللي هذا سامسون أدامو رئيس لجنة أو مدير المسابقات في الكاف، أمضى هذا البيان. هو اللي يتحمل المسؤولية طبعا، هو مسؤول المسابقات، يجيه تقرير وكذا وكذا اللي دارته لجنة الانضباط، يدير تقرير يمضيه. ولكن هذا القرار الذي تم اتخاذه واحتساب فريق اتحاد العاصمة أنه فريق خاسر ومنح الفريق المغربي أبركان 3 نقاط، هذا قرار فيه إنه أخواته قرار باطل. لماذا؟ لأنه حسب المعلومات التي بحوزتي أنه حسب المادة 7 من القانون، قانون الاتحاد الإفريقي، أنه أي فريق من الفرق المحلية طبعا البطولة الإفريقية، أي فريق من الفرق يرفض أو ينسحب، يرفض المشاركة أو ينسحب أو يحتج أو كذا، تحسب مقابلة الذهاب والإياب لصالح الفريق المنافس. يعني لو طبقوا القانون فريق اتحاد العاصمة يصبح خاسر ذهاب وإياب، تمنح كل النقاط اللي هي نظن 6 كل مقابلة 3 نقاط، يعني تمنح كل النقاط لفريق بركان المغربي لو طبقوا القانون. ولكن ولأنهم ما نقولش يعني متورطين، ولكن نقول لأنهم ما همش عارفين واش راهم، حسب خبراء في كرة القدم يعني تواصلت مع خبراء قال لك راهم تلفت لهم، راهم داخلين في حيط، اتخذوا قرار لا يستند إلى أي قانون فقط باش يرضيو لقجع وجماعة المغرب ويحاولوا كيفاش يغطيو الفضيحة بحجة أن اتحاد العاصمة لم يمنح الأقمصة لفريق بركان المغرب. يعني فريق اتحاد العاصمة اللي هو المستضيف لم يفرج أو لم يسمح بخروج الأقمصة أو إخراج الأقمصة من مطار هواري بومدين، تم حجزها ولم يسمح بإخراجها ومنحها لاعبي فريق بركان المغربي. إذا هذا السبب هو الذي منع الفريق المغربي من اللعب. لماذا؟ لأنه ما عندوش تركوات، هكذا واش استندوا، قال لك لأن الفريق المغربي لم يكن يملك أقمصة يلعب بها، لأن فريق اتحاد العاصمة لم يسهل عملية إخراج الأقمصة من مطار هواري بومدين، وبالتالي الفريق المغربي كان عريان سبربوحي، ما يقدرش يلعب عريان، البرد ويضربهم البرد ونعشوا حاصلين ودوريبران ما كانش، باراستامول ما كانش، ما مشكل. إذا نعطوهم المقابلة بدون العودة إلى أي مادة في القانون، لأنه مثل ما قلت المادة 7 في قانون الاتحاد الإفريقي تقول أنه في حالة انسحاب فريق أو امتناعه أو كذا أو كذا أو كذا تمنح المقابلتين ذهاب وإياب للفريق المنافس. الأمر هذا لم يحدث. لماذا؟ لأن الاتحاد الإفريقي برمج مقابلة العودة في ملعب أبركان هذا اللي في وجدة، قريب من وجدة، يوم الأحد القادم، يعني نهار الأحد بعد يومين 3 أيام، يعني بعد الأحد بقاو 4 أيام، يعني يوم الأحد القادم، الأسبوع القادم، بداية الأسبوع نهار الأحد، فريق اتحاد العاصمة سينتقل إلى وجدة ومنها إلى ملعب أبركان أين سيخوض المقابلة أو أين سيخوض مقابلة العودة. إذا اتحاد العاصمة سيتنقل إلى وجدة عبر طائرة خاصة مباشرة، طائرة خاصة تم استئجارها من الخطوط الجوية المصرية، يعني كنا قادرين يروحوا في طائرة جزائرية، لكن باش نتفاداو المشاكل طائرة مصرية يسمح لها بالتحليق فوق الأجواء الجزائرية والمغربية وأي دولة، ما كانش مشكل. إذا طائرة مصرية خاصة ستنقل الفريق الجزائري اتحاد العاصمة إلى مطار وجدة، ومن مطار وجدة إلى الملعب للعب مقابلة العودة. إذا قرر الفريق المغربي اللعب بالقميص المزور اتحاد العاصمة لن يلعب. هذا قرار سياسي، قرار سياسي سيادي للدولة الجزائرية. اتحاد العاصمة سيتنقل إلى المغرب، إلى وجدة، عبر طائرة خاصة مصرية، ويصل إلى المطار ويتنقل إلى الملعب ويدخل إلى أرضية الملعب. إذا لعب لاعبي الفريق المغربي بالقميص المزور الذي رفضنا ارتداؤه في الجزائر، لن يشارك الفريق الجزائري اتحاد العاصمة في المقابلة، سينسحب ويدوا المقابلة وتصفيهم. إذا لعبوا بالقميص العادي بدون القميص المزور، بدون خريطة المزورة، اتحاد العاصمة يلعب المقابلة تاعو عادي. إذا استغلوا الفرصة وحبوا يلعبوا بالقميص المزور، اتحاد العاصمة لن يدخل الملعب ولن يلعب المقابلة. من الآخر الأمر هذا مثل ما قلت بالأمس، إذا قرر الفريق المغربي اللعب بالقميص المزور فهو تصعيد غير مسبوق، وهذا التصعيد وهذا الاستفزاز وهذا الابتزاز سيقود الدولة الجزائرية لاتخاذ قرارات لا رجعة فيها، لأنه الآن احنا رانا ننبهوا ونحذروا وندقوا ناقوس الخطر، ما توصلوناش لاتخاذ قرار لا رجعة فيه، لأنه القرارات اللي اتخذتها الجزائر سابقا أعطت مهلة للتفكير وأعطت فرصة للجانب المغربي أنه يراجع حساباته الغالطة المتهورة الغبية الجبانة، ولكنهم تكبروا وتجبروا ودفعوا الثمن غالي وسيدفعون الثمن غالي. 1994 أعطيناهم فرصة أنهم يراجعوا حساباتهم عندما اتهموا الجزائر والمخابرات الجزائرية بالوقوف وراء العمليات الإرهابية في مراكش، وقلنا لهم راكم غالطين وراجعوا حساباتكم، بقاو متشبثين. الدولة الجزائرية اتخذت قرار غلق الحدود، طورت الأمور، كل مرة تزيد الأمور إلى من السيء إلى الأسوأ في العلاقات الجزائرية المغربية، لدرجة أن الدولة الجزائرية قررت قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب نظرا للتصعيد السلبي الخطير من قبل النظام المغربي الجبان. أقول الجبان لأنه لا يواجه مواجهة مباشرة بل يلتف، كيفاش يدير، يقتل القتيل ويمشي لجنازته. النظام المغربي يتخذ قرارات غبية ومتسرعة ومتهورة وحقيرة وحاقدة، ثم يأتي الملك المغربي في مناسبات ويقول الإخوة والجزائريين ونمد يدنا للسلام. هذه قرارات جبانة، لأنه الرئيس الجزائري سواء الرئيس السابق أو الرئيس الأسبق أو من أيام بومدين مستحيل يتخذ قرارات ثم يتلون كالحرباء ويجي ويقول نمد يدنا للإخوة. عمرنا ما قلناها احنا، عمرنا أي مسؤول جزائري عمره ما قال أنه نمد يدنا ونحاول، دائما نقول باللي نطلب من الإخوة المغاربة إعادة النظر في قراراتهم وتصرفاتهم واستفزازهم وابتزازهم. نطلب من الإخوة المغاربة مراجعة حساباتهم وقراراتهم معنا، لأنهم راهم ظالميننا وراهم غالطين في حقنا وهم الخاسرين. نعيد نكرر ونكرر، أنتم الخاسرين. قطع العلاقات الجزائرية المغربية لا تعود بالخسارة ولو بشعرة على الجزائر، لأننا ما رابحين ولا شيء منكم، ما رابحين حتى شيء من المغرب، بالعكس رابحين غير الفساد والشر والميزيرية، رابحين الزطلة، رابحين التهريب، الزطلة والتهريب. وما نتكلموش على الأمور الأخرى الاجتماعية، الفسق وكذا وكذا وكذا. بينما المغاربة رابحين من الجزائر كانوا يدوا الغاز باطل، يدوا ليسونس والمازوت التهريب باطل، يدوا المواد الغذائيه المدعمه من الدوله الجزائريه يدوها باطل. نص الماكله تاع الشعب الجزائري تهرب الى المغرب وكنا ضاربين النح، نقولوا معليش خاوتنا ومعليش ناكلوا خبزه نقسموها بيناتنا معليش، ولكن ما حبوش ينعلوا بليس. اذا تصعيد هذا اللي راهو يمارس فيه لقجع ومن معه من عناصر المخابرات المغربية اللي يستعملوا الرياضة لأغراض سياسية غبية ومتهورة سيندمون عليه، سيندمون ندم كبير. لماذا؟ لأن الدولة الجزائرية، أقول الدولة الجزائرية، ستتخذ قرار لا رجعة فيه، وهو اعتبار النظام المغربي نظام عدو مثله مثل إسرائيل. لم نتعامل مع أي نشاط ثقافي أو رياضي أو فني أو اجتماعي أو خيري مع النظام المغربي. أي لقاء، أي بطولة، أي تظاهرة، أي نشاط مهما كان فني ثقافي رياضي يشارك فيه فريق مغربي نقاطعه، مثلما نفعل مع الكيان الصهيوني إسرائيل. تصبح النشاطات المغربية بالنسبة للجزائر لا حدث. إذا استدعى الأمر عدم مشاركة الدولة الجزائرية والفريق الوطني الجزائري في كأس إفريقيا لن نشارك، وطز في المشاركة، وطز في كرة القدم، وطز في كأس إفريقيا، ماناش محتاجين، لأن السيادة الوطنية أهم وأولى، وكرامة الجزائري والدولة الجزائرية أهم وأولى. إذا كانوا دايرين في بالهم باللي يلويو ذراعنا بكرة القدم بالبلوطة أو كرة اليد أو غيرها راهم غالطين. احنا مستعدين نجمدوا أي نشاط رياضي. الدولة الجزائرية بإمكانها وبمباركة الشعب الجزائري وبتشجيع الشعب الجزائري الرئيس بإمكانه اتخاذ قرار سياسي أن الدولة الجزائرية تقاطع أي نشاط رياضي يشارك فيه المغاربة. إذا استدعى الأمر أننا لا نشارك في كأس إفريقيا وحتى كأس العالم لا نشارك. إذا دارين في بالهم باللي يذلونا ويلويو ذراعنا ويطيحونا كلمتنا فقط لأنه كأس إفريقيا راح تقام عندهم، قول لهم راكم غالطين، راكم غالطين وما تعرفوش الشعب الجزائري والنظام الجزائري والدولة الجزائرية جيدا، ما تعرفوش لأنه عزتنا وكرامتنا أهم من كل شيء، أهم من كل شيء.